حاضرين نستقبل عرسان مع فرقة الأصايل. بعيد جاي لنا يا طلة الزوار وحدة بترقص هلا واحنا نعليها يا احباب صلوا معي تبقى لنا هالدار ويضل فيها الفرح والعز راعينا يا بهذه الأمسية الطيبة بعنوانها العروسين الدكتور وسيم والدكتورة رنين نجوم هذه الأمسية الطيبة. جماعة بهمش بدي أقولكم كلمة. شايفين أبو وسيم شو عم بيعمل هون؟ أنا متأكد أنه كمان صار له جمعة يعمل هيك في البيت، بس صدقوني بدي احكي لكم شيء. ابو وسيم هاي فزدي عن ابو وسيم. ابو وسيم بيعمل هيك بالباص، بيعمل هيك بالطياره، وبيعمل هيك بالاوتيل. قالك الله يحميك الله يهنيك يا ربي. ابو وسيم يلا خليك ارقص. بدي اقول لك تعي لو تتعمر يا دار محلي براجك والعسكر داير توقف عسياجك وين السقف فوق فوق. Let's go!
شاء الله شو حيالي لو نزل لبك النغر ومن قدره مش برياني الله قدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهدي خطانا على سنة نبينا Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us and with one voice let's all say